استفادت مؤسستنا من عقد امتياز منذ 3 سنوات بألف هكتار في إطار برنامج الاستثمار الفلاحي. على هذا الأساس باشرت المؤسسة استصلاح الأراضي وحفر الآبار، حيث إلى حد اليوم رانا عندنا 6 آبار اللي راهم واجدين للزراعة. كذلك المؤسسة اليوم راهي داخلة في إنتاج هذا التورنسول، حيث قمنا بتجربة، وهذه هي التجربة الثانية على أسس تقنية وعلمية اللي إن شاء الله رانا مقدرين باللي نزيدوا نرفعوا المنتوج. المجالات يعني تاع المرافقة تاع الدولة معروفة، خاصة في مجال اختراع أو إيجاد مرسوم مهم جدا لتوزيع هذه العقار الفلاحي للولوج إلى الزراعة الاستراتيجية، وتسهيل وتبسيط وتذليل العقبات بالنسبة للإثمار، لأنه لا يمكن الحديث على قطاع آخر دون تطوير طبعا القطاع الفلاحي والحصول خاصة بالنسبة للأمن الغذائي. الاستقلال وحتى في خلال الأزمات الاقتصادية التي رافقت مثلا وباء كورونا، وبعد ذلك بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، أين تنازلت العديد من الدول حتى الدول المتقدمة اقتصاديا على دعمها للشق الاجتماعي. الجزائر واصلت وقوفها مع المجتمع الجزائري، نلمس ذلك خاصة من خلال تصريحات رئيس الجمهورية الذي لم يتوالى تقريبا في كل اجتماعات مجالس الوزراء على التذكير على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، محاربة الندرة، ومن أجل ذلك تم إطلاق قانون لل. Welcomes you with its in the country. الجزائر هي دولة سياحية بامتياز، وهذا بالنظر إلى كل الإمكانيات التي تملكها، خاصة تكلم الإمكانيات الطبيعية. إذا تكلمنا على السياحة، ربما الشاطئية متوفرة، السياحة الجبلية متوفرة، السياحة الحموية متوفرة، السياحة الصحراوية متوفرة، السياحة الجبلية متوفرة، وهناك جهود كبيرة في الآونة الأخيرة من أجل إعطاء ديناميكية أخرى للقطاع السياحي. نلمس ذلك خاصة من خلال إنشاء عدد معتبر من المنشآت السياحية على شكل فنادق وقرى سياحية إلى غير ذلك، وحتى بشراكات مع دولة أو دول أخرى على غير مثلا دولة قطر، والتي ستستثمر بقوة هنا في القطاع السياحي في الجزائر. بالموازاة مع ذلك تم إطلاق قانون جديد للاستثمارات يسهل كثيرا ويشجع على الاستثمار في القطاع السياحي، وأيضا تم إطلاق قانون للعقار والذي بموجبه سوف يتم تقديم تسهيلات كبيرة خاصة من خلال الاعتماد the level of airport in the south. تغيت المقصد السياحي، تغيت الجنة الخضراء، هكذا وصفوها السياح، وهكذا لما يأتيها السائح سواء كان وطني أو أجنبي إلا ويتغزل ويتمعن في مناظرها الطبيعية، في مواقعها السياحية، وكذلك من خلال طيبة أهل سكانها المضيافين. تغيط المضيافة دائما ترحب بالسياح، ومؤخرا نلاحظ حركة سياحية جد هامة، خاصة لما نلاحظ العائلة الجزائرية تجول في الجنوب الكبير وبكثرة، سواء كان عن طريق الوكالات السياحية أو من خلال الجولات المنظمة وتكرار الجولات. هذا يدل على أننا بخير، والثقافة السياحية في بلادنا بخير، وسوف نتخلص من التبعية للمحروقات إذا ما ركزنا على السياحة الداخلية، وكذلك تتمين المؤسسات والاستثمارات الأخيرة التي تشهد إنجازات كبيرة على مستوى الجنوب الكبير. Tlemcen City. This historic city embraces many cultural landmarks, denoting the cultural heritage of the Algerians and the authenticity of their history.
It constitutes a model for the rich and prestigious heritage spread out in all Algeria's regions. This legacy is deemed as a priority for the new Algeria, now endeavoring to preserve it from the numerous campaigns of robbery and systematic attacks by an arsenal of legal procedures and measures. نقوم على الترويج وتثمين هذا الموروث وترقيته من خلال كذلك الندوات، عدة أنشطة من بينها محاضرات، مؤتمرات دولية، تظاهرات ثقافية كبرى، عروض أزياء سواء القديمة أو العتيقة وحتى التي لها لمسة عصرية حتى نتماشى مع العصر. كذلك نسعى جاهدا لغرس هذا الموروث على الطفل، لأن الطفل هو الناشئة وهو الركيزة الأساسية للمجتمع، نبني من خلالها مستقبلنا، خاصة كما نرى هناك حرب ثقافية تحاول سرقة كل ما هو موروث جزائري. اليوم طبعا الدول لها يعني فكرة ويقين على أن الموروث الثقافي هو الذي سيكون بديل للمورد الاقتصادي. يعني بكل صراحة الإنسان وش يحوس الجزائري، يحوس الراحة، الخدمة، هذا هو الامتياز. نحوسوا حاجة بسيطة هم كاينين في بلادنا بفضل الرجال، يعني اللي داروا هذه الاستثمارات هذوما. الحمد لله في بلادنا رانا نشوفوا في كل modernizing this sector. Like Oran International Airport, Ahmed Ben Bella. A modern facility with international standards that gave a new dimension to this tourist province par excellence. With a reception capacity exceeding 3 million passengers a year, Oran International Airport is considered as one of the largest airports in the country, with a roof made of solar panels producing electrical energy with a capacity of 1.7 megawatts, making of Oran for travelers and tourists as well. اسم الموطن البسيط حتى للعامل، حتى الطالب سكتي طالب جامعي، حتى الموظفين. ثم كان عم بالفايدة على قاع الناس. مد طبعا مد ثاني صورة جميلة لولاية مستوى غانم. ولاية مستوى غانم بطبيعتها مدينة ساحلية، ثم أعطاها صورة جمالية عصرية. Mustang Anam Tramway is a new achievement that consolidated the already existing tramway transportation network in Algeria, in full swing as well in other provinces of the country. خطامي الذي تدعم به قطاع النقل بولاية مستغانم مؤخرا يتم إدارته من هذه القاعة. يتم إدارة كل عمليات المراقبة والتحكم على طول الخط من أجل ضمان السلامة. كما نتلقى هنا أيضا كل الانشغالات التي يتم التعامل معها فوريا، وذلك من أجل توفير أحسن مستوى للخدمة للمسافرين. Annaba City, the jewel of Eastern Algeria, that has a great tourist potential, is going now
through the final stage of the new maritime station due to be operational, with a capacity exceeding 200,000 passengers and 100,000 vehicles per annum. It offers travelers high-quality services in comfortable conditions and a short time. An investment that enhances the movement of passengers through maritime navigation in the eastern region of the country. كانت نسبة الاستخراج المياه عبارة عن 500,000 متر مكعب في اليوم. The seawater desalination plant of Kudit Drewsh in Attaraf province is one of these plants likely to meet the needs of many eastern provinces of the country. مشروع محطة تحلية المياه ذات كاباسيتي تاع 300,000 متر مكعب في اليوم الواحد. انطلقت الاشغال هذا المشروع في سبتمبر 2021. جاهزية المشروع بإذن الله تكون في ديسمبر 2024. هذه محطة تحلية المياه ستقوم بتزويد ربع ولايات من المياه الصالحة للشرب. وهذه الولايات هي ولاية طارف، عنابة، قالما وسوكراس. With a production capacity reaching 3.7 million cubic meters per day, a fact that will make Algeria top the African countries in terms of producing desalinated seawater. عملية تحلية مياه البحر تتم على مرحلتين. نحن نتخذ ونعمل بطريقة الكيمياء الخضراء, the green chemistry, والتي تنص على إدراج غشاءين. الغشاء الأول عبارة عن غشاء وهو حاجز الذي من خلاله لدينا ماء تاع بحر, ماء مياه البحر تحول إلى مياه نقية. مياه نقية درجة نقاوته أكثر من المياه المقطرة. إذن هذه المرحلة الأولى هي تنقية المياه, the purification. المرحلة الثانية وهي جعل المياه هذه النقية إلى مياه صالحة للشرب, وذلك بإدراج ومكونات أملاح الأساسية التي من خلالها تدرج تكون المياه مياه عذبة صالحة للشرب. عندنا فريقين عمل يعمل على الفريق الأول هو صناعة هذه الأغشية, والفريق الثاني يعمل على تدوير هذه الأغشية وإعادة استعمالها من جديد, لأنها ثمنها باهظ كثيرا واستيرادها من الخارج يكلف الخزينة العمومية أموال طائلة. إذن بسياسة رئيس الجمهورية وتدعيم الدولة لنا وتشجيعنا, وأيضا النص على الصناعة المحلية وأيضا ترشيد النفقات, استطعنا والحمد لله The Green Dam is a project initiated
development projects as part of a complementary program devoted to this region.